الواد نوبي ساب لك العده دي وبيقول لك الزبون اسمه فؤاد. يا فؤاد العربيه عندي. الواد ليه عامل معاك ايه؟ كل حاجه فيه بقت بتخوفني. بقول لك الاوردر ده كان معايا وحد غيري نفذه، انت فاهم ده معناه ايه؟ برمان هانم كلمته دي الاوردر وانا نفذت. اوعى تكلمي شعبان تطلبي منه اي حاجه غير ما تقولي لي. بس انا فعلا طلبت حاجه تانية من شعبان. واضح انها بتحب جوزها قوي عشان مش شايفه حد غيره. انا غلبانه يا مستر اشرف وبصرف على اخواتي اليتام. اللي انت بتعمله ده بقولك هعوضهم لك. لو واخدها حلوه نفسي الوانه وبتحسس عليا يا مستر اشرف. اقسم بالله انا عملت حاجه غلط. إيه؟ جبت الامانه؟ الامانه معايا. الحمد لله على السلامه يا شعبان. انا قررت اعتذر لك. ما اعتقدش الحكايه هتعدي بالبساطه دي. فريده باشا، هو ممكن يا باشا اي حد يهاجم الاسم عشان يخرجوه؟ اي حاجه ممكن تحصل مع شعبان رجالته مش هيسيبوه. متشكرين يا رجاله. عصام باشا كل ده عشاني. عصام باشا يا عم قول له يا مرحبا يا شعبولة صاحبي سيبه. والله لولا الحديد كنت خدتك بالحر. عاش من شافك يا راجل. قهوة في السريع بقى ولا بياتة؟ هتاخد وقتك. ألف سلام عليك يا عمي. الله يسلمك. جاي تطمن عليا ليل؟ فيك الخير والله. انا من امتى ما شفتكش يا واد انت؟ انت برضو ما تسالش عليا خالص. انت عارف ان انا حركتي بقت صعبه. اي حاجه بتاثر فيا. بعدين انا سال عليك انجي النهارده الصبح. هي عدت عليك؟ لا. خلي بالك منها يا ليل. انجي دي مش اي حد. وانا لولا انها اثرت عليك انا ما كنتش جوزتها لك يا واد انت. طب هي ما كلمتكش تاني النهارده ولا حاجه؟ لا. ساعه نزلت ما اتصلتش. هو في حاجه؟ لا لا ابدا. اصل تليفونها مقفول وكانت المفروض تبقى في البيت من بدري. قلت لها بس نزلت تشتري حاجه. انت عارف انشي بتحب الشوبينج زي عينيها ولما بتعمل كده بتنسى نفسها. المهم لما تشوفها طمني عليها. تمام. الف سلام عليك يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي. مظبوطين يا اخو. يا حبيبتي ادعي لنا بقى دعوه حلوه كده في العمره. الدولارات دي ما كنتيش هتلاقيها في اي حته بالسعر ده. ربنا يهديك ويرزقك بالحلال. السلام عليكم يا حبيبتي. ربنا يسعدك. مع السلامه يا امي. اسلام يا اخو. ادعي لي بقى انا كمان. حاضر. خلي دقني لو رحت السويس حتى. ادعك بقى يا معلم ونصص. وانت كل ما هتجيب لي حد هتاخد فلوس؟ الله شفت اديك هتقلب اهو. المصلحه مشيت بقى وهتتنمرد عليا نمرود. ياض يا عبيط انا عايز اكسر لك قرش معايا. لا لا ليه؟ هو انا هحوش معاك ولا ايه؟ انا ما امنكش. ايدك بقى على فلوسي بدل ما اقفل عليك الحنفيه وانشفها. انت بتهلفط بتقول ايه انت يا؟ اديني بهلفط وخلاص. اديني فلوسي. لا يا حبيبي لا انت تهلفط بره. قوم يلا. لا 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 يا نمرود. فلوسي يا غدا. ده انا خير رستم يا نمرود. طب رأيك انا ممكن اضربك بقى واكسر عظمك يا خير يا رستم. لا لا تضرب مين يا نمرود؟ ما تنكش ياض يلا. عليا النعمه بره. عليا النعمه. لو قال لي شعبان اما يرجع. شعبان قول لخرياه يلا يا. يا باشا انا ماليش دعوه بالحوارات دي. عربيه ايه وسرقه ايه؟ وانا بتاع الكلام الفكه ده برضك. انا قلت في قتيل مثلا لا مؤاخذه مش لاقيه مين اللي قتله فقلت جيبه شعبان. طول عمرك دمك زي العسل يا شعبولة. الله يصلح حالك. يا راجل ده انت ممسوك ب 40,000 حلوان العربيه. وعهد الله فلوسي. انا كنت رايح سعاده الباشا اشتري حته ارض. عقبال املتك هفتح كافيتيريا. لا ربنا يفتحها عليك. الله يصلح حالك. محمد. تمام يا فندم. دخلوا استاذ فؤاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ فؤاد. شكرا. يقعد ازاي يا باشا؟ معلش ده مش عدل بقى.
يعني يكون جاي يشتكيني هو اللي يقعد؟ ماشي يا باشا، حاضر. هو ده اللي أخذ منك الفلوس يا أستاذ فؤاد؟ هو يا فندم. وقفني على جنبه وقال لي هات الأمانة اللي معاك. جاك هو؟ أنت شفتنا جارع أنت قبل كده؟ ها؟ شعبان. ماشي يا باشا. صحيح. ده الكلب عمره ما يتعادل أبدا يا سيوني. ده مسكني من إيدي كده يا سيوني وكان هيمد إيده عليا في البيت. طب انت ايه اللي يلمك على الواد ده؟ ما انت عارف انه ندل. ده ندل وستين ندل كمان. تصدق بالله يا سيوني؟ لا انت ما تصدقش. ده انا جبت له يجي 27 زبونه يا سيوني. هل انت يعني بالطريقه ما تعرفش تجيب لي حق يا سيوني؟ سهله، بس اصبر لما المعلم يخرج بالسلامه. ربنا يفكك بالسلامه يا معلم شعبان. قول لي على خيري. المتر خير رستم المحامي يا سيوني. قول لي يا متر رستم المحامي. قول. يا الدولارات دي كتير. أرنبين أخضر. أرنبين؟ تعرفش ابن القرد ده جابهم منين؟ لا هو ما قاليش، أو يعني يمكن قال لي وأنا نسيت. طب اخلع أنت، اخلع، اخلع. يا أهلاً، يا أهلاً، يا أهلاً. فخس عليك. ما تعالى يا عم نبرود، صباح الفل حبيبي، والله لسه جاي في سيرتك، تعالى أشرب شاي. يا أهلاً، يا أهلاً. بس على الرئيس أوباما. مش تستنضف الأشكال اللي تقعد معاها، إيه اللي مقعدك مع المناظر دي؟ الواد بيسليني وانا قاعد. قلبت عليه ليه؟ ما انتوا كنتوا حبايب مع بعض. الواد ده البرشام واكل مخه. كان بيقول لك ايه الواد ده؟ هيقول ايه؟ هو كلام البرشام بيقول غير هرفطه. عارف انا لو شفت الواد ده تاني هنفخه. كده يبقى اتخطفت يا ليل، مفيهاش كلام. اتخطفوا ولا اخذت البنت وهربت؟ انا كنت متاكده انه هيبقى في رد فعل انك مش هتشتغل تاني. بس محدش يعرف الموضوع ده غيرك انتي وابراهيم الجيار بس. الخبر بينتشر في ثانية. هو اكيد قال لحد والحد ده عمل كده. اه بس لحقت تترتب امتى وازاي؟ ده لازم يبقى حد عارف بعد خروج فريدة ورجوعها البيت. بقى باينة زي الشمس. ابراهيم الجيار هو اكبر عامل ليك وبعدك اكيد يقلقه. اشك ابراهيم يخاف يعمل كده. اكتر حد عرفت. أنا علاقتي بإنجي أصلها زي الزفت الفترة الأخيرة دي. هي تلاقيها كده واخدة ريست في أي حتة بعيد وخلاص. والحاجات المتكسرة في الفيلا؟ بس مفيش أي حاجة اتسرقت. لو كانوا اتخطفوا كانوا أكيد سرقوا أي حاجة. هي شوية جنان كده بس من إنجي وخلاص. ما أنت عارفاها. مين؟ رقم غريب. طب رد. يمكن إن خطفوهم عايزين الفدية. اهدي يا ميمان شوية. ألو. ايوه شعبان، ايه اللي حصل؟ هو انا مش قلت لك تبطل الشغل الرخيص ده؟ طيب طيب هبعت لك محامي وهعمل كام تليفون. لا يا باشا ما تشغلش بالك، لا من الحبس ما يزعلنيش. الله يحن عليك. سلامة الله يا باشا. سلامة الله حبيبي. فرجله الف وليه. طب ايه بقى ده هو كله موز تفاح؟ والنبي دقك لامي، ده زي العسل. حلاوته امه. بيبي. انت لسه ما خلصتش؟ معلش يا حبيبتي اسبني شويه. ده كلاسيكو هيبدا وانا مجهزه القعده والكاجو والنوتس وكل حاجه عشان نتفرج مع بعض. كلاسيكو ايه بس يا حبيبتي؟ انت اخرك اصلا عارفه اتحاد الشرطه بالعافيه. وبعدين بقول لك ايه؟ ما تحاوليش بقى تجرجريني للرذيله عشان انا اصلا بحبها. سعادتك بقى تعملي ايه؟ تاخدي الكاجو الجميل بقى بتاعك ده تروحي تتفرجي على الماتش وتسيبيني انا اخلص. لازم اخلص علشان الحق اقدم بكره. عارفه نانسي؟ قلبي حاسس ان انا هكسب ان شاء الله. يا رب يا بيبي يا رب. جود لك يا حبيبي. طب انا بقى هعمل لك كوبايه اسبريسو خطيره تظبط لك الدنيا. لا يا حبيبتي. روحي انت اتفرجي على الماتش مكاني. انتظر يا تيتو، اكيد مش هيبقى حلو من غيرك طبعا. عارفه نانسي؟ اعلى حاجه بحبها فيك انك بتعرفي تثبتيني صح قوي. لا يا بيبي ده انا بسبورت. ايه اشرف مالك؟ من ساعة ما رجعت من الشغل وانت شايل طاجن ستك كده ليه؟ سيبيني في حالي وفاء، انا مش ناقصك
والناقص كلامك الحلو ده. صدق ان انا غلطان ان انا عبرتك؟ ما تجيش عليا وفاء، كفايه الدنيا جايه عليا، الدنيا بتدوسنا قوي، بتدينا بالشلوت وناخد الشلوت ونسكت. اشرف هو في ايه؟ هما رفضوك؟ لا لسه. طب الحمد لله. بص بقى، قوم اعمل لنا كوبايتين شاي من ايديك الحلوين دول، تعالى نقعد كده واحكي لي الموضوع بالتفصيل. وفاء ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. انت ما عندكيش دم خالص؟ يخرب بيتك جننت الراجل، ما هو كان مستوطي حتي يما، كل شويه خصم خصم خصم، اسيبه تقومي تتبلي عليها صيعه؟ سيبك مننا انا، ايه اللي طقعها في دماغك حكايه اسكندريه دي؟ مخنوقه من ساعه ما اتجوزت ابوك ما فسحنيش، اطق اموت يعني؟ قلت اروح ابوش الهم في المالح. مش كنا عملنا فرخه محمره وحله محشي ولفيناها بورق جرايد كده عشان تفضل سخنه؟ بدل السندوتشات القرديحي دي؟ سندوتشات قشك يا فلاحه يا بنت الفلاح. بسم الله عليك يا كرمه المجتمع. بس يما يعني بسم الله ما شاء الله صرفه ومكلفه. جبنا رومي وجبنا فلامانكا ولانشو. امال فلقاني وكل شويه تقولي لي هاتي ليه؟ صدق ان انت بوس فقر زي ابوكي وشكله. انا غلطانه اللي خدتك معانا، كان المفروض سيبتك هنا تغربلي الهم وتنخليه. تنخليه؟ قولي انت، انا عايزك تقولي الحقيقه، وانا والله لا ساعدك. الحقيقه مش عاوز حاجه خلاص يا باشا، وانا اتنزلت عن البلاغ. ليه؟ وفي حد من رجالته جالك ولا هددك؟ يا فندم انا راجل في حالي، لا ليا في شغل الصيع ولا العصابات، وعايز اربي العيال. شعبان ده مسجل خطر، البلاغ اللي انت هتسحبه ده هيسجنه. يا فندم انا فلوسي رجعت لي وعربيتي رجعت لي وخلاص، كفى الله المؤمنين شر القتال. ودي عمال الناس مؤمنه برضو. روح بس بعد كده بقى، ما تجيش تشتكي لو حد ثبتك ولا خد منك حاجه بالاكراه تاني. يا عصام بيه، انت مش هتحميني لو جرالي حاجه انا ولا اولادي؟ انت كل اللي يهمك انك تعمل قضيه وبس. ما تخشوش جوه يا عيال هتغرقوا. ولا خلي بالك من اخوك. ايوه بلبط كده. مين عليا؟ ما تبلبطي شويه في الميه بدل ما انت قاعده تغني كده يا بنت. لا 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 يما، انا عايزه اروق كده واتسلطن واخد تان زي اللي بيطلعوا في الكليبات. وكنتي مستخسره الفلوس في السفريه؟ ها اسكتي يما اسكتي، ده كان الروح ردت فيا اول ما شفت البحر. كان معاكي حق، نسيت الدنيا والمشاكل والهم والموكوس خيري. الله صحيح، هتعملي ايه مع الحرامي البرشامجي ده؟ معقوله يما؟ معقوله تفوقيني كده؟ اديني مستنيه اما شعبان يخرج من الحبس. طول عمرك خايبه، ده المتغطي بشعبان عريان، ده ما بيدورش غير على مصلحته. وشكله كده هيطول المره دي. قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه. لا 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 لا، دي عمايل حد كاره، حقود ينتهي منك يا صاحبي. ربنا يحنن عليك ويرجعوا لك بالسلامه. عايزك ما تسيبش خرم ولا شق الا لما تعرف لي مين اللي عمل كده. انا صبياني كلهم تحت امرك، بس يعني الحكايه مش محتاجه برم، دي كده باينه زي الشمس. ده حد انت دوست له على طرف، بس دوستك وجعته حبتين. في حد في دماغك؟ دنيا لعب شهيد. مش معنى ده يعني؟ عشان موت الواد كورولوس وجعهم زعلهم، ودول لمؤاخذة عالم صعايدة ما يفوتوش طارهم أبدا. عندي مشوار كده هقضيه وراجعه على طول. يا لهوي يا كماليا، حد يسيب الجو ده والبحر ويروح مشاوير؟ اصل عندي صاحبه ما شفتهاش من يجي 10 سنين، هروح ازورها كده وبعدين هجيب لكم لقمه. ما انتوا كلتوا كل السندوتشات. ما البحر بيجوع. بقول لك ايه يا ليلى، خلي بالك من العيال، اوعي تسهي عنهم. يا اختي ما تقلقيش، دول فرحانين ومبسوطين وعمالين يبلبطوا في البحر، خلاص هيبوشوا. اه يا حبيبتي يلا. ما تعوقيش. حاضر. باي.
باي باي. يلا صحتي، أنا زعلانة منك. ما أقدرش على زعلك يا مدام كاترين. إيه مدام دي؟ هو جاب نوار غير كلام الخواجات؟ قول يا خالة، يا عمة. ماشي يا خالة. أمال دانيال بي فين؟ كلهم خرجوا. جاهز للفرح، عقبال عندك. شكلك كبير، أوعى تكون ما اتجوزتش لحد دلوقتي. لا اتجوزت، عندي فريدة. ربي يخلي، ربي يبارك. سنها قد ايه؟ 4 سنين. لو كانت كبيرة شوي مش كنا جوزناها الكورولوس بدل البت الناشفة دي؟ بس هنقول ايه؟ عجباه. كورولوس؟ هو انتوا عندكم كورولوس تاني؟ هو ما فيش غيره، اصله اخر العنقود، وانا دلعته قوي 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 بصراحة. كلنا دلعناه، لكن أكتر واحد دلعه دانيال. أصله يا حبة عيني ما خلفش من أودات، عشان كده روحه متعلقة تعليق في كورولوس. سامحني يا ولدي، الكبر مسح لسامي من راسي. قلت لي اسمك إيه؟ ليل. ليل يا خال. اسمه واعر قوي. امك ما لقيتش اسم غير ليل ده؟ يعني نهار، نور، اي حاجه غير ليل. وبتراعي ربنا يا ولدي عشان ربنا يبارك لك في بيتك؟ يعني بتروح الكنيسه وتاخدها في يدك؟ قلت لي اسمها ايه؟ اسمها فريدة، وأنا مسلم يا خالة. كلنا حبايب يا ولدي، واللي يخاف ربنا هنا يخاف ربنا هنا. نانسي. ايه بيب؟ هتجنن يا نانسي، هتجنن. ايه بعد الشر؟ مش مصدق نفسي. ايه اللي البحث بتاعها طلع القهوة. بجد؟ انت مش بتهزر صح؟ ليكي حق، ما تصدقنيش طبعا، اذا كنت انا اللي عامل البحث مش مصدق. بس ازاي؟ مش انت لسه مسلمه النهارده؟ ازاي النتيجه تطلع النهارده؟ بقول لك انا الاول. الاول مبروك يا بيبي. نحتفل بقى. طبعا نحتفل. معلش انا اسفه جدا، كنت بره زمان. ماما كاترين صدعتك. وصدع انا ليه؟ شايفاني رغايه يا ناشفه انت؟ ما عرفش الراجل على جوازها على ايه. طب معلش استاذنك تفضل معايا نتكلم بعيد عنها. بعد اذن حضرتك. واخده الراجل على فين؟ اعملي غاده. حاضر. ده جاي عشان الفرح. حاضر. معلش، هي من بعد موت كورولوس وهي بقت عايشه في اللي فات، كل حاجة عندها اتلخبطت على بعض. وانتي مش عروسته؟ كنت عروسته، بس من بعد ما انكل دانيال اتاخد منه توكيل العربيات بقى رافض يقابل اي حد. بعد كده راح قعد في الدير، مبقاش ليه حد غيري. بس حضرتك ما قلتليش انت مين وعايز ايه. هي لسه ما جاتش برضه؟ ما جاتش يا امير. انا مش عارفه ايه الدهية السودا اللي انا فيها دي. طب انا جعان. اصبر شويه يا حبيبي، انا معيش فلوس غير اللي تقضي للمواصلات. الله يسوقك يا امه. طب انا بردان. يا
حبيب اختك؟ طب تعالى لبسك. استغفر الله العظيم. معلش يا حبيبي، ما انت قاعد تبلبط من الصبح. يلا ادفع. لو سمحت. ايوه حضرتك عايز ايه؟ عايز اقابل الاخ دانيال. هتلاقيه بيخدم في مضيافه الدير. دانيال بيه، يا دانيال بيه، طب اسمعني بس، عايز اتكلم معاك. عايز مني ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ عايز مراتي وبنتي. انا عاوز اخوي، عايز اخوي. مش هي معاها موبايل؟ معهاش يا ست الامين. وبعدين دي بقالها يجي اكتر من 6 ساعات غايب. انا خايفه يكون جرى لها حاجه. شايف كامل قواها العقليه ومعاها بطاقه. اه طبعا، امال ايه؟ خلاص يبقى هتجيلك بقى سواء حيه او ميته. يا عم تف من بقك. يعني ما عندكش كده طريقه نعتر عليها بيها؟ مش هقدر اعمل لك اي حاجه لما يعدي على غيابها 24 ساعه. نهار اسود، بس احنا ما نقدرش نقعد هنا 24 ساعه. خلاص لما تروحي بقى القاهره بلغي في الاسم اللي انت تابع ليه. يلا يا عيال. شربت النار اللي شربتها، كبشت الجمر، وهرع مصارينك ترك عندنا. رجع لي بنتي وخد حقك مني. حق ما بقاش عندك يا ولدي. قتلتهم؟ كريت زمان ناس يكتبوا زيك كده، بس كانوا بجلاليب. كنت بعمل اللي بيعمله الجيار وبيعمله غيره، لكن دفعت فاتورتي، دفعتها غالية غالية قوي. قتلتهم ولا ما قتلتهمش؟ ولا أعرف عنهم حاجة. انت ايه انت عشان اخد حقي منك؟ انا لو كنت عاوز اقتل كنت قتلت الجيار، لكن انت ما تسويش حاجة عندي. انت دوب صوبة تاسع الزناد وبس. لو عايز نقتله انا ممكن. كملش يا ولدي، ما تكملش. طب رجع لي مراتي وبنتي. انا لا كريت عليهم ولا اعرف عنهم حاجة ولا شفتهم من اصله. امال انت مستخبي هنا ليه؟ مستخبي الدنيا مبقالهاش عازة عندي بعد ما خدت مني بكرة بتاعي. أنا بقى طولها زي عرضة. تويت جدي تخوي فين يا ولدي؟ طيب قل لي انت عايز كام وتدلني عليها. حب على يدك يا ولدي، قول لي فين جدته، خد اللي انت عايزه وهات لي جدة اخوي، خد روحي لو انت عايزها. هجيبهولك لغايه عندك. يا نانسي. هاي بيبي. حرام عليك، هموت من الجوع. معلش والله يا بيبي. خلاص حاضر، يعني على طول، ثواني والاكل هيكون جاهز. دي عاشر مره تقولي ثواني يا حبيبتي. معلش معلش معلش. مساء الخير. مساء النور. حضرتك استاذ طارق عبد العليم؟ انا طارق عبد العليم.
العشاء بتاعكم جاهز يا فندم. عشاء بتاعنا احنا؟ اسمح لنا نخش ونفهم حضرتك كل حاجه. اتفضل. يا نانسي عندنا ضيوف. مين؟ ضيوف مين؟ ايه ده؟ بتعمل لي مفاجأة وعمال تستعجلني وكده ولا ايه الشغل؟ مفاجأة ايه؟ ده مرسلة بثلاث شهور، ايه ده؟ أمال ايه اللي عامل كده؟ ده أوبن بوفيه. اسأله ايه ده؟ اسأله وأنا جعان. استنى. ده أحلى عشاء اتعشيته من زمان قوي. والله يا فندم أنا لغاية دلوقتي مش مصدق نفسي. حضرتك بتتعشى معايا؟ لا وكمان في بيتي؟ ده أنا حاسس إن أنا بحلم والله. مبالغ جوزك قوي يا مدام نانسي. لا والله يا فندم ده حضرتك أنا كمان حاسة إن أنا شكلي عبيط قوي من كتر ما أنا فاتحة بقي ومش مصدقة. الحكاية بسيطة. المفروض إني أعزم جوزك على العشاء كمان يومين ثلاثة لأنه فاز في المسابقة اللي كنت عاملها، بس طقت في دماغي إني أتعشى معاكم هنا في بيتكم. شفتوا سهلة إزاي؟ سهلة لدرجة إنها أصلا ما تدخلش العقل. علشان كده معرفتوش تاكلوا، قاعدين محرجين وبتتفرجوا عليا. بالنسبة لموضوع الأكل ده، ده أنا مش قادر أتنفس من كتر الأكل، ولا إيه يا نانسي؟ أيوة بقى مرت إن طبقك زي ما هو. مبالغة قوي. مراتك صريحة مش مجاملة زيك يا باشمهندس. بعد إذن حضرتك الباب. معلش دربكت لكم عشكم الصغير. لا 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 والله أبدا يا فندم، ده حضرتك يعني منورنا والله. ده يعني إحنا من كتر ما إحنا مش مصدقين هنحكي القصة دي لأولادنا وأحفادنا ويمكن ما يصدقوهاش كمان. فندم معلش كده في حاجة حصلت بس مش عارف أقولها لحضرتك إزاي. يعني عربية حضرتك يعني سد الطريق، فالجيران بيقولوا حد يطلعها يعني، بس أنا عرفتهم ده عربية حضرتك يعني. السواق أنا خليته يروح علشان أقعد معاكم براحتي. طيب خد يا طارق وسع لهم الطريق. ايه ما بتعرفش تسوق؟ لا يا فندم بعرف اسوق طبعا، بس الصراحه دي اول مره اسوق عربيه فيها اي درايف يعني. طب يلا يلا قبل الناس ما يطلعوا يضربونا. بعد اذن حضرتك يا فندم. اوعي تكوني ما بتحبيش المفاجآت، اصل انا بعشقها. لا طبعا يا فندم، بس دي سوبر مفاجأة بصراحة. يعني النهاردة طارق يفوز بالمسابقة اللي اتقدمت النهاردة، وحضرتك تيجي تعزمه على العشاء النهاردة برضو، يا سبحان الله شو ممكن ايه. معاك حق، هي وسعت شوية، بس أنا كنت مستعجل أشوفك. نعم؟ بقول إن أنا عملت المسابقة والعشاء وكل الحاجات دي علشان أشوفك وممكن أعمل حاجات أكتر. ما تتعبيش نفسك، مش هاكل. تفتكر لو ما اكلتش هيفرق في حاجه؟ لو الصيام هيرجعهم انا هصوم معاك. الاكل هيساعدك تحافظ على تركيزك وانت لازم تبقى مركز، ممكن اي حاجه تحصل في اي وقت. يلا سامي سامي سامي. ايه الو؟ عايز مراتك وبنتك ولا نبعتهم اربع حتت؟ عايزهم طبعا. عايزين 2 مليون جنيه. موجودين. 2 مليون جنيه على كل راس، يعني 4 مليون جنيه. موجودين، اجيبهم لك فين؟ اسمع اللي هقول لك عليه كويس. We'll be right back.
فين مراتي وبنتي؟ شرف وامني معرض. مين اللي خلاك تكلمني؟ المعلم نمرود.